بدأت الحكاية في القصر. أنا شوقي شهيد، رحب فيكم ورح لكم سبب دعوتي لكم فرد وبشو أنا متهمكم. أنا جاهز دمك. شو قصدك؟ خوفتني يا جماعة، أنتم بنكون خايفين. شايف إنه بهالقصر ما في شيء بدل الراحة النفسية. هل نستطيع الهروب من الماضي؟ ترى ما يخبئه القدر؟ ما معكم كتير وقت لتدافعوا عن حالكم. أنا مش ملاك، أنا إنسان. 10 عبيد صغار على شاشة تلفزيون النهار.